السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل الشوكولاتة الساخنة. نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 3 كوب حليب، وطبعا حسب عدد الأفراد اللي راح تقدمون لهم هاي الشوكولاتة وحسب الحجم اللي تحبون انتو تقدمون به قيسوا الحليب. هنا ضفت 1/4 كوب حليب باودر وخلطته زين وتركته إلى أن بدأ يغلي، وراح اضيف له الكاكاو الباودر 1/4 كوب كاكاو باودر خلطته. طبعا هذا بدون سكر، هذا الكاكاو ممكن تستعملون البي سكر وهذا حسب الرغبة، يسوي الشوكولاتة حيل طيبة. هنا ضفت 1/4 كوب شوكولاتة مكسرتها اني، قوالب الشوكولاتة اللي تنباع بالاسواق ممكن تضيفوها، هي راح تذوب ويا الحليب وتصير بهالشكل بهالصورة. انا ما ضفت اي سكر لهاي الوصفة لانه خليت لها شوكولاتة والسكر حسب الرغبة. وهنا عندي قليل من الشوكولاتة اللي انا مكسرتها، اخذتها قسم منها وخليتها على حمام مائي وذابت، وراح ازين بيها هذا الكوب مالت الشوكولاتة. هنا من بعد ما كملت الشوكولاتة صبيتها بهذا القوري، وبعدين صبيتها بالكوب وزينتها بكريمة مخفوقة، واذا ما متوفرة عندكم ممكن تستغنون عنها. وضفت لها هنا هاي الشوكولاتة اللي ذوبتها على الحمام المائي زينت بيها، وهذا شكلها النهائي من بعد ما قدمتها. جربوها وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.